اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجنا الشهير اكله امي. دايما على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه كل يوم معانا طبق جديد طعم جديد. النهارده معانا اكله سمك. ولما بنقول سمك اكيد في هنا مواقف لطيفه ان احنا بنخرج عن المالوف، لا مشوي رده ولا زيت وليمون ولا سنجاري. معانا سمكه اسمها اللوت. سمكه اللوت دي بنت عم القاروص او بنت خالتها زي ما بيقولوا. الشكل واللون ولكن الطعم طبعا مختلف في السعر وفي الشكل. هنعملها النهارده جزل صينيه بالفريك، والفريك بيحب الشريك بس مع السمك بيعديها. معانا فريك اخضر واحنا عارفين الفريك مشتقات الفريك مشتقات القمح. فريك مشتقات القمح، الفريك معانا اهوت هنعمله مع السمك الجزل صينيه زي الفل. ومعانا الجندفل اللطيف هنعمله النهارده جندفل اسكندراني هيعجب حضراتكم برضو بالكريمه والكرفس. ولكن اكله السمك دايما بتحتاج نوع من انواع المقبلات، يا اما طحينه يا اما نوع سلطه يبقى فواتح الشهيه. ومطاعم السمك شهيره بالمقبلات جنب السمك. انا النهارده هعمل نوع مقبلات اسمه تبل الفلفله. دي يرجع اصولها للمطبخ المغربي والتونسي والجزائري. الفلفله ازاي نعملها نوع متبل او مقبلات مع طحينه ودبس رمان واللازم منه. تفاصيل النهارده في اكله سمك لطيفه وباقل تكلفه ممكنه. ولما ما نجيب سمكه ده ما يخضش، ممكن تستخدم البولت بنفس الطريقه، تستخدم البوري بنفس الطريقه، بس طالما هنقول جزل تختار السمكه اللي وزنها كبير عشان تديكي جزله محمله لحم. تعال نعمل طبق الجندفل مع بعض. الطاسه بتاعتي بتسخن على النار، بحب دايما النار بتاعتي تبقى قويه، يقول لك تضرب الحديد وهو سخن. الطاسه بتسخن، بنحط فيها معلقتين من الزيت. الاول هقول لك على تفاصيل في الجندفل دي عشان انت ممكن تشتري الجندفل وتشتري السمك وتجيب جمبري وتتعبي طول النهار واقفه في المطبخ، والله بكلمك جد. وتيجي حبيت جندفل واحده بس غلطت فيها، او الراجل اللي بياع الجندفل ما بيبقاش قاصد يعني، بيبقى واحده مقفوله ميته، بيبقى من جوه فيها رمله سودة وربنا يكفرها شرها، دي بتبوظ لك المود، بتبوظ لك الاكله كلها تما، تخلي لك الشوربه حكايه ما تتشربش مسممه. فمهم جدا الجندفل ده يتفتح واحده واحده، يتفتح واحده واحده، ده مهم جدا. وتشوف الفص فيه زي الفل كده حي تمام. تطلعي منه الرمله ازاي لما تجيبيه؟ بتحطيه في شويه ميه بملح يبخ لك الرمله، او انت في اسكندريه او في بلد السواحليه بتجيبي شويه ميه بحر، تبقى الميه اللي فيها اليود بتاعه بتحطيه في قلب الميه، بتخلصي من الملوحه اللي موجوده فيه والرمله اللي موجوده فيه، بيبخها عشان هي لما بتقفل ما تقدريش تفتحيها غير لما تموت. بعد ما بتموت وتفتحيها تقدري تغسليه مره واثنين وثلاثه. ده بالنسبه للجندفل. معانا الجندفل ومعانا طاسه شديده الحراره، بنحط في الطاسه دي مكعب زبده، بصلايه ناعمه، فص توم ناعم، وهنعمل شويه جندفل سريعا كده اسهل من عمايل الشاي بجد يا شيف. والله كانك بتعملي كوبايه شاي لجوزك. بصلايه راحت، مطرح ما راحت، فص توم، ونقلبهم كده، ما تستنيش عليهم لما يتحمروا لان دولت هيخش جوه حبايه الجندفل فلازم اطعمهم. شوفي بقى التكنيك هنا وشوفي الخبره الطهويه لما بتلعب دورها. انا بخدم على البصلايه والتومه لان البصلايه والتومه دول تتبيله وشغل عالي، واخدم عليهم بمجرد ما احط الجندفلي، الجندفل هيقفل على الحاجات دي كلها فتبقى واخده التتبيله. ما تبلش بعد ما احط الجندفل ليه؟ لعل تحط ملح ينام في حبايه جندفل واحده لانه كله ده متفتح. حطيت شويه كمون اتحط في واحده، تقع واحده في حظ جوزك في حظ حماتك بتاكل فلفل وكمون في قلبها، هتقول لك تقوم من عليك لتجري وانت يا عيني مظلومه، ما انت حطيت الشيف ما علمكيش. انت خلاصي من توابلك وخلاصي من كل حاجه مع البصلايه، بصلايه والتومه مع زيت زيتون وزبده، ونتبلها بالايه؟ ده كرفس مع كزبره. حلو الكلام؟ واحده واحده كده واحنا شغالين مع بعض. معلقه فلفله حلوه، فين الفلفله؟ حلو؟ وتبلها كده بالملح والفلفل. دي المدرسة المغازية. شوية بابريكا، شوية فلفل اسود، شوية كمون، وقلبهم كده. الله، هي دي الكشنة بتاعتها بقى، الخلطة دي. الجندفل عايز دقيقتين في النار بعون الله يكون استوى. ركزي معايا عشان الموضوع ده مهم جدا. زي ما انا شغال كده. شفت الخلطة دي؟ اوعى تحمري البصلة والتومة تاخد لون منك، ازعل. انا عايز الطعم ده. لسه ما خلصتش. ليمون. يلا مع السلامة، والقلب دعيلك. نقلب.
الله على الريحه الحلوه. ننزل بالجندفلي بقى واحده واحده واحنا واقفين السله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، وبرده انا هنا شغال عيني على كل واحده بشيك. ده مهم جدا على فكره. بصي، كل ما تضيعي وقت وعينك تيجي على حبايه الجندفلي انت في الامان، لان زي ما قلت لحضرتك كنت تكون عامله اكله سمك مكلفاكي مصروف الشهر كله، وعامله سبرايز لاولادك وجوزك. حبايه واحده من ده تبوظ المود وتبوظ القعده وتبوظ المزاج. الشوربه هتبقى وحشه، عاملاهم في صينيه ومجرنشه بيها هتبقى وحشه، لا تتاكل ولا تتشرب. فشيكي كده عليهم بايه؟ بعينيكي. الصوت حلو قوي ده، عامل زي صوت الفلوس وهو نازله من المكنه بتاعت المكنه، الواحد بيحط الفيزا وينزل فلوس. الصوت ده بحبه قوي على فكره، بيوجع القلب. يوجع الجيب كمان. تضحكوا؟ انا لازم اهزر وانا شغال، ولو ما هزرتش وانا شغال ما اعرفش اشتغل، لان مفيش معايا كاسيت واسمع اغنيه حلوه. حلو؟ انا اقلب. انا غاوي لما اقف في المطبخ لازم اسمع مزيكا. شفت الجندفله؟ الله. لسه هتفي دلوقتي بشويه كريمه. عرفت ليه انا تبلت البصلايه والتومه؟ خلاص تعالي بقى نصحى طلعي منها. فخلاص انا كده باكل التتبيله جوه الفص الجميل الحلو. ننزل بيه يا عم الشيف؟ ننزل بيه بقى بست الكل. كريمه بس، خلاص حلو. ونقلب وشويه شوربه، شوربه السمك اللي عندينا، عشان يبقى عندي شويه شوربه حلوين من الجندفله. شفت الشوربه نفعتني ازاي؟ اوعى ترمي الحاجات دي، خليها، خلي بالك دي تستخدمها في حاجات كتير قوي. يعني احنا بعد ما نخلص هنصفي الشوربه دي ونشيلها في اكياس، نخليها عندنا في الديب فريزر، نستخدمها وقت ما نحب، نعمل صينيه سمك تانيه، بنعمل شويه رز بالصياديه. المقادير يلا وانا شغال، ايه رايك؟ الله عليك. شفت الحلاوه؟ الله، شايف الكم؟ الف هنا. بقى له شخصيه، معلتين كريمه لباني بيضيفوا شخصيه للجندفلي. اخواننا على السوشيال ميديا، اضافه الكريمه اللباني للجندفلي في حاله التسويه يضيف مذاقا قيما ورونقا. الله على الطعم. لا والله، لا انا يعني لازم ادوق الطعم ده، جد 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 جامد جدا. فين المعلقه يا شباب؟ يلا اهي، الحمد لله. احب اقول الصوص ده على فكره حكايه. سبايسي. نعم، دي حكايه. طالما تعالى اظبط لك شويه الفلفل دول. الله، عينيه. خلصت والله، هجري دلوقتي. نغرف ده، يلا نغرف ده. بعض المطاعم وبعض السيدات بيحطوا معاها معلقه طحينه بدل الكريمه اللباني، وده اختياري. معلقه طحينه بدل الكريمه اللباني، وده اختياري. نغرف الطبق ده كده، يلا بينا. جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. بتعذب، الصوص ده ما يتسابش. اهم حاجه التركايه الاولى، البصلايه مع التومه خدمت عليها صح، طعما ولونا وكل حاجه وتسويه. نزلت بالجندفلي ما خدش دقيقتين. زي الفل يا عم الشيف. تعالوا نطلع المتبل بتاعنا نضربه في الكبه، ممكن نشغل الكبه واحنا ايه بنخلص عادي عشان ما تزعجش.